سعيدة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من إنتاج وزارة السياحة اللبنانية بيصور لبنان من الجو بمشاهد بتحبس الأنفاس، مثل ما عرفت الوزارة عن الفيديو اللي بيسوق للسياحة بلبنان بوصفه من أجمل بلدان الكوكب. دخيلكم داق نفسي، انحبست أنفاسي من الفيديو. طبعاً أي لبناني بيحضر الفيديو رح يتش بدنه، رح يحس بالفخر إنه لبنان قطعة سما، مع إنه الفيديو مصور من السما. نحن بالمؤخرة سبقنا وزارة السياحة وكنا حاولنا نعد بالصيف الماضي فيديو ترويجي للسياحة بلبنان، وبالفعل صورناه وأنتجناه وقدمناه لوزارة السياحة، والغريب إنه ما انقبل. لما رفض قالوا لنا بوزارة السياحة انه هن طالبين لقطات من الجو، ولهيك استعنا بالوحدة الاستقصائية بقناة الجديد وطيرنا طائرة التجسس الخاصة بالوحدة الاستقصائية منيرة واحد، وجابت لنا هودي اللقطات اللي بعقدوا للجمال الطبيعي اللبناني. مش مزبوط انه كل شيء من فوق ببين احلى. شي مره شايفين حي السلم من الجو، مره زميلنا عماد الدين رائف كتب بجريده السفير مقال عن كيف اول مره شاف حي السلم من الطياره، قال بوقتها انه بين مثل القبر يا شيخ. هيدا شيء بيحبس الانفاس. تصبحوا على خير.